نكمل مع أبونا لوقا سيداروس القصص الجميلة اللي كان بيحكيها عن قديسين عاصرهم، ولكن كتير ما كانوش يعرفوهم. بيقول: تعجبت جدا ولم أتمالك نفسي وأنا أمام هذه الأيقونة الجميلة لشابة في الثلاثين من عمرها، فقيرة محبة للفقراء، لذلك وهبت نفسها لخدمتهم، ثم خصصت الجزء الأكبر من قلبها ووقتها للمرضى منهم، تفتقدهم وتعزيهم وتقرأ لهم الإنجيل وتصلي معهم المزامير على قدر طاقتها واحتمالهم، وترعى أحوالهم رغم محدودية مصادرها. ولكن هل خدمة المسيح تتعطل بسبب أمور مادية؟ وهل الذي أرسل رسله بلا كيس يتخلى عن خدمة الفقراء؟ كلا، لم يعوزها شيء، بل كانت قدرة المسيح وذراعه للضعفاء وترتيبه الفائق المعرفة. ولكن الشيء العجيب أنها حين تخدمهم بهذا القلب الملتهب كانت تطلب من المسيح أن يأخذ من أمراضهم ويعطيها، وكم تمنت أن تبذل نفسها لأجلهم. لكن كانت فيما بينها وبين نفسها تتساءل: هل هذا الأمر يزعل ربنا أن تشتهي أمراضهم وتحمل نيرهم ولو حتى تستبدل جسدها بجسدهم؟ ظل هذا الأمر في قلبها يلهبها بمشاعر تعجز عن التعبير عنها. كانت قد تزوجت منذ سنوات قليلة ورزقت ولدا وصار له من العمر 3 سنوات، وحدثني أحد الأحباء وهو جراح موهوب وخادم للمسيح، وكنت في وقتها في مستشفى فيكتوريا باسكندرية، حدثني عن هذه الأخت أنها مريضة في المستشفى وقد أجرى لها عملية استئصال الثدي، ولكنه فوجئ أن المرض منتشر بشكل مخيف وأن حياتها في خطر بسبب هذا المرض القاتل. زرتها في حجرتها وأشهد أمام المسيح أنني رأيت ثبات القديسين في هذه الشابة الصغيرة، فابتساماتها مشرقة تنبع من سلام قلبي لا تفارق وجهها، وقالت: لقد طلبت من المسيح أن يعطيني سلامه فأعطاني سلاما، لم أنم في حياتي في راحة وسلام قدر ما نعمت بالنوم في هذه الليلة، ولما مددوني للعملية شعرت أنني مع يسوع الحبيب ممددة على عود الصليب. قلت له: في يديك أستودع روحي، وأنا واثقة أنه يعمل معي بحسب صلاحه وحبه الذي أحبني به قبل كون العالم. ليس سندا للنفس في ضيقها سوى سند الإيمان بالمسيح، حين تجد النفس المسيح مجربا في كل شيء يقدر أن يعين المجربين. وقد ذكرتني هذه الأخت حين سمعت منها شهوتها أن تشارك المتألمين وتحمل عنهم أمراضهم، ذكرتني بالقديس الأنبا أغاثون الذي كان يشتهي أن يبادل إنسانا مجزوما فيأخذ جسده المشوه بالمرض ويعطيه جسده عوضا عنه. كذلك ذكرتني بالأب الذي قيل عنه أنه كان يصلي قائلا: يا رب آلمني بألم إخوتي المرضى والضعفاء. إنه اختبار حقيقي لمحبة المسيح وشعور رسله الأطهار: من يضعف وأنا لا أضعف، احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. تركت حجرة هذه المريضة العجيبة وعدت مرة أخرى إلى الطبيب الجراح أستفسر منه بأكثر تفصيل عن حالتها. قال أن المرض منتشر وقد لا تعيش أكثر من 4 أسابيع. سافرت بره اسكندرية وعدت إلى اسكندرية بعد 7 شهور، سألت عنها وجدتها متهللة بفرح لا ينطق به، فقد أنعم الرب عليها بصحة عجيبة وهي بروح جديد وفكر جديد وحب شديد، وبالأخص نحو المطحونين بالأمراض. لم تعد الخدمة مجرد مشاعر وكلمات مواساة ورثاء، بل صارت شركة آلام وحياة ورجاء في المسيح، بل واثقة في من حمل أمراضنا
وكسر شوكة الموت عنا. نيجي لقصة تانية جميلة، بيقول: ليس عبثا أن تضع الكنيسة في صلاتها أوشية خاصة من أجل المسافرين تصليها كل أيام الأسبوع في رفع بخور باكر، ما عدا السبت حيث نصلي أوشية الراقدين، ثم الأحد حيث تقال أوشية القرابين بحسب التقليد القديم. وتطلب الكنيسة أن يصحب الرب المسافرين ويكون معهم في الإقلاع وفي المسير ويشترك معهم في كل عمل صالح ويردهم سالمين، ثم تدور الصلاة في الأوشية لتخدم الغرض الأسمى وهو الحياة الأبدية. وأذكر أنني في سنة 1967 كنت قد سافرت من الإسكندرية إلى القاهرة لأجل خدمة، وكان ذلك يوم السبت، ثم صليت صباح الأحد في الكاتدرائية المرقسية في الأزبكية، وصعدت لكي آخذ بركة البابا المتنيح الأنبا كيرلس السادس، فقابلني كعادته بمحبته الأبوية وابتسامته العذبة، وسألني عن أحوالي وأحوال الخدمة والكنيسة وعن أبينا بشوي كامل وأبينا تدرس يعقوب، ثم استأذنته في الانصراف لأنني كنت قد عزمت على السفر في ذلك اليوم الأحد. فسألني البابا: رايح فين يا ابني؟ قلت له: مسافر الإسكندرية يا سيد. قال لي: إمتى؟ قلت له: النهاردة. قال لي: النهاردة حد يا ابني، محدش يسافر يوم الحد، ده يوم الرب. قلت له: حللني يا سيدنا، لأني مرتبط وعندي إكليل بعد الظهر وخطوات أخرى. قال لي: بس يوم الحد بيصلوا القرابين مش بيصلوا المسافرين. فترجيته وقلت له: أنا آسف يا سيدنا، ظروفي كده غصب عني، حللني واسمح لي. فقال لي: ما تعملش كده تاني. قلت له: صلي عني. وعلى غير العادة أمسك برأسي وصلى لي صلاة طويلة، وصرفني بدعاء حلو وابتسامة عريضة، فقبلت يده وسرت في طريقي. ركبت ديزل صغير، كان في أيامها عبارة عن 3 عربات، عربة درجة أولى وعربتين درجة تانية، وكان مقعدي خلف كابينة القيادة، وكنت أنظر للسائق أمامي خلال الزجاج الفاصل بيننا. سار القطار حوالي 25 كيلومتر من القاهرة، وقبل مدينة قها أو بعدها يوجد مزلقان، وعلى بعد حوالي كيلومتر رأيت هذا المنظر المفزع: المزلقان مفتوح وعربية كارو تحمل زجاجات كبيرة تعطلت فوق المزلقان تماما، العربة يجرها حمار، والحمل يبدو ثقيلا جدا، والمزلقان مرتفع قليلا. فلما صعدت العربة لنصف الطريق وقع الحمار تحت نير الحمل وهو في منتصف المزلقان. الله وحده يعلم ماذا كان بهذه الجمدانات الكبيرة، ربما مواد كيماوية أو خلافه. القطار يسير بسرعته، وعبثا حاول السائق أن يبطئ السرعة أو يستخدم الفرامل، فالمسافة قصيرة ونحن نقترب بسرعة. سمعت صرخات السائق حينما اقتربنا ربما 200 متر من المزلقان. رأيت السائق يفتح باب الكابينة إلى جواره وعلى وشك أن يقفز ويترك القطار لمصيره المحتوم. صرخ الركاب الجالسين خلف الكابينة والذين كانوا مثلي يرون هذا المنظر المرعب. صرخت من كل قلبي أطلب معونة الله، إنه خطر الموت. ويا للعجب، كان بعض الفلاحين الذين رأوا هذا المنظر قد تكاتفوا يدفعون العربة بكل قوة، وحدثت المعجزة إذ انزلقت العربة مندفعة لأسفل في ذات اللحظة التي اقترب فيها الديزل من المزلقان. عشرات الأمتار فقط كانت تفصلنا عنها، اندفع الديزل دون أن يصطدم لا بالعربة ولا بأحد الفلاحين. كانت ثواني بين الحياة والموت. تذكرت في الحال كلمات البابا، وتحسست رأسي التي أمسكها البابا بقوة مصليا من أجلي. لقد أدرك مسبقا الخطر وشفع في لكي أنجو، لست أنا فقط بل وجميع الذين معي أيضا.
يومها مجدت الله وشكرت صنيعه العجيب. وبعد أسابيع كنت في القاهرة ودخلت للبابا ودعبني قائلا: ها هتسافر تاني يوم الحد؟ قلت له: حرمت. وحكيت له ما حدث، وأعتقد أنه كان يعلم تمام العلم، واعترفت أمامه قائلا: صلاتك نجتني من الموت. فقال لي في اتضاعه: دي صلاة القديسين يا ابني، وليتمجد اسم الرب. إلى هنا انتهى الجزء 49. أتمنى يكون عجبكم زي ما عجبني أنا شخصيا، وشوفنا فيه عناية الرب بمحبيه. وإن شاء الله في الجزء 50 نشوف برضو قصص جميلة. إيه رأيكم، نكمل ولا زهقتوا؟ يا ريت تشاركونا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.